هل تعلمون عدد سكان الأجواء في هذه اللحظة؟ هناك ما يقرب من 1,800,000 شخص يقيمون على ارتفاع آلاف الأمتار عن كوكب الأرض. الحسبة بسيطة، يكفي أن نفتح موقع فلايت أوير وسنرى أن لدينا تقريباً 18,000 طائرة فوق رؤوسنا، طائرات منها الخاص ومنها التي تقوم بعمليات النقل، لكن غالبيتها العظمى من الطيران التجاري. لنفترض أن معدل الركاب في كل طائرة يقارب 100، وبالتالي نصل إلى رقمنا السحري 1,800,000 شخص سكان دولة الأجواء. لكن بطلة الأجواء من دون منازع هي صغيرة الطائرات إيرباص A320. هذا التفوق يعكس تفوق إيرباص عموماً في الفترات الأخيرة من تاريخ الطيران. وفي الواقع في السنوات الخمس الماضية تفوقت إيرباص على بوينغ في عدد الطلبيات، وأخرها طلبية ضخمة من السعودية اليوم بأكثر من 100 طائرة. بوينغ في أزمة كما بات معروفاً، لكن أزمة الطيران الحقيقية أزمة مشتركة بين العملاقين الأوروبي والأمريكي، وهي أنهما غير قادرين على تسليم طلبيات بـ7,000 طائرة في الوقت اللازم.